السلام عليكم أيها الإخوة الحضور المبارك ورحمة الله وبركاته. أبارك للأمة الإسلامية جمعاء، سيما لولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنئي وللشعب الإيراني العزيز ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه، والتي غيرت كل المعادلات الأرضية بثورته الإلهية. 5 سنين مضت منذ انطلاق ثورتنا الأبية، ثورة الشعب، ثورة 14 من فبراير. قاس فيها أبناء الشعب ما قاس من آلام ومحن وضغوط وتحديات كبيرة، وقد شارك قوى الاستكبار المتمثلة في أمريكا وبريطانيا وحلفائهم من آل سعود في قمع أبناء الشعب البحريني، وقد وقف الشعب البحريني وحيدا أمام كل هذه التحديات وأمام كل هذه القوى، وقد مارس الأمريكان والبريطانيون والسعوديون أدوارا خبيثة لثني الشعب البحريني عن مطالبه وعن ثورته وعن أهدافه. لقد كان الأمريكان والبريطانيون يمارسون ضغوطا للتيئيس بأبناء الشعب البحريني ولإرجاعه عن مطالبه، ولكن بشكل خفي. ولكن في هذا العام وقبله بقليل قد كشف الأمريكان والبريطانيين عن دورهم الخفي وأظهروه للعلن. في السابق كان النظام الأمريكي والبريطاني يدعمون النظام الخليفي في البحرين بشكل خفي، يزودونه بالسلاح ويحمونه من الإدانات في المجتمعات الدولية، ويسعون للضغط على المعارضة من أجل تقديم تنازلات تصب في نتيجتها إلى صالح النظام الخليفي. ولكن مع تقادم الزمن وبسبب صمود أبناء الشعب البحريني قد كشف الأمريكان والبريطانيين عن أدوارهم بشكل واضح وجلي، واليوم الأمريكان يشاركون في اعتقال شبابنا ويشاركون في التحقيق معهم ويزودونهم بكل أساليب التعقب والمراقبة من أجل القضاء على الشباب الحركي والشباب الثوري في البحرين. لقد انكشف الدور الأمريكي والبريطاني وأصبح واضحا بشكل لا لبس فيه، ونحن اليوم بعد مضي 5 سنين من ثورتنا الأبية وضحت الصورة لنا بشكل كامل وواضح. ما هو السبب الذي يدفع الأمريكان ويدفع البريطانيين لأن يدعموا النظام الخليفي بكل هذه الوقاحة وهذه الصراحة؟ لقد امتزجت واتحدت مصالح الأمريكان والبريطانيين مع آل خليفة وآل سعود بسبب النفط الخليجي والقواعد الأمريكية والبريطانية في المنطقة. المصالح الأمريكية والبريطانية انسجمت مع مصلحة بقاء آل خليفة في الحكم، لذلك أصبح هناك حلف هم يسمونه حلف الاعتدال. هذا الحلف وهذا المحور لديه سياسات في المنطقة بشكل كامل. هذا الحلف هو الذي يؤجج الصراع في سوريا، وهو الذي يؤجج الصراع في العراق، وهو الذي يقصف الشعب اليمني، وهو الذي يغمض عينيه ويصم آذانه على ما يجري على إخوتنا في المنطقة الشرقية. هذا الحلف نفسه هو الذي
يساهم في قمع أبناء شعب البحرين ويدفع في اتجاه تيئيس أبناء شعب البحرين وإضعاف عزيمتهم وإضعاف إرادتهم. نحن اليوم أمام تحد كبير بعد مضي هذه السنين الخمس. لقد سعى شعب البحرين أن ينأى بنفسه أن يدخل في صراع المحاور، محور المقاومة ومحور الاستكبار، رغبة في شعب من شعب البحرين في أن يتجنب الضريبة التي في حال انتمائه لأحد هذين المحورين. ولكن النظام الخليفي وعصابة آل سعود قد ساهموا بالزج بالشعب البحريني بشكل كبير في محور المقاومة، وقد دفع شعب البحرين ضريبة انتمائه وهو لم يتبنى ذلك، ضريبة كونه وانتمائه إلى محور المقاومة. نحن اليوم أمام إعلاننا وانتمائنا إلى محور المقاومة ومحور الممانعة في المنطقة في قبال محور الاستكبار ومحور قوى الكفر والنفاق المتمثل في أمريكا وآل سعود. إما أن نعلن انتماءنا لقوى التحالف ومحور المقاومة أو أن ننأى بأنفسنا، ولكن هل نأينا بأنفسنا سوف يحمينا من ظلم أمريكا أو من ظلم بريطانيا أو من ظلم آل سعود؟ لا، كلا. النتيجة المرجوة من نأينا عن انتمائنا وانضمامنا إلى حلف المقاومة في المنطقة هو أن لا ندفع هذه الضريبة، ولكن في الحال نحن قد دفعنا هذه الضريبة، وليس من اليوم، من قبل انطلاق ثورتنا وحراكنا نحن ندفع هذه الضريبة، ولا زلنا إلى اليوم ندفع هذه الضريبة. أعتقد أننا بحاجة أن نراجع مواقفنا وأن نعلن انتماءنا إلى محور المقاومة. في حال تهاوي آل سعود وسقوط آل سعود ونحن لم نعلن انتماءنا لمحور المقاومة فإننا لن نجني أي شيء ولا أي مكاسب ترجى. ولكن في حال انتمائنا إلى محور المقاومة والموانعة المتمثل في الجمهورية الإسلامية وفي حزب الله وفي قوى المقاومة في العراق وفي أنصار الله في اليمن ومع إخوتنا في المنطقة الشرقية، فإن أي سقوط وأي ضعف يصاب به آل سعود فإنه سوف ينالنا وسوف نكون جزءا من الحل المشترك. نحن اليوم ندفع هذه الضريبة ودفعناها، وأنا الغريق فلا أخشى من البلل. نحن غرقى وقد دفعنا الضريبة الكبيرة بسبب نسبتهم لنا إلى هذا المحور، ولكن نحن إذا ابتعدنا عن هذا المحور ولم نحسب أنفسنا على هذا المحور فإننا لن نجني مكتسبات انتصارات محور المقاومة ولن يحيزنا أي مكسب من هذه الانتصارات التي يحققها اليوم في سوريا وفي العراق وفي اليمن. هذه الانتصارات إذا حسبنا أنفسنا على محور المقاومة فإنه سوف ينالنا ما ينالهم من ناصر، ولكن إذا نأينا بأنفسنا فإننا سوف نبتعد عن أي مكسب قد يصيب هذا المحور، محور المقاومة. حسابات النصر والهزيمة لا تكون بعدد الخسائر، بعدد القتلى، بعدد الجرحى، بعدد الأموال التي نخسرها، هذه حسابات مادية. حسابات الهزيمة والنصر هي هزيمة الإرادة وانتصار الإرادة. إذا استطاع آل خليفة وآل سعود ومن يدعمهم من أمريكا وبريطانيا
أن يرجعونا إلى بيوتنا خالي الوفاض مهزومي الإرادة بدون أي مكسب فإنهم يكونوا قد انتصروا علينا. ولكن إذا لم يستطيعوا أن يركعوا إرادة أبناء الشعب البحريني حتى وإن كلف ذلك التضحيات الجسام، فإننا نكون بذلك قد انتصرنا على إرادة أمريكا وآل سعود وبريطانيا وآل خليفة. حزب الله عندما شارك في حرب تموز قد محيت الضاحية الجنوبية عن بكرة أبيها، وقتل في هذه الحرب 1500 شهيد. في غزة عندما حصل الحرب والعدوان على غزة 1200 قتيل، واحترقت غزة من أولها إلى آخرها. اليوم في اليمن قام آل سعود بحرق اليمن من أوله إلى آخره، ولكن لم يتحقق النصر للصهيونية إسرائيل، ولم يتحقق النصر لآل سعود، لأن الإرادة والعزيمة لدى أبناء هذه الشعوب لم تنهزم ولم تنكسر، ولم يتراجع الشعب اليمني، ولم يتراجع الشعب اللبناني، ولم يتراجع الشعب الفلسطيني عن إرادته وأفكاره وأهدافه وقيمه. نحن اليوم في أمس الحاجة إلى الصبر، وفي أمس الحاجة إلى الاستمرار. الصبر سلاحنا في هذا الصراع، والاستمرار ضرورة للبقاء والنصر. وهذه النقطة يجمع عليها جميع القوى المتصدية اليوم في البحرين. كل القوى التي تتصدى اليوم في البحرين تجمع على ضرورة الصبر والاستمرار في الحراك. نحن اليوم في ذكرى 14 من فبراير نؤكد لأبناء شعبنا ضرورة الاستمرار والمشاركة بكل فاعلية وبكل قوة في كل الفعاليات في ذكرى 14 من فبراير، ولنوصل صوتنا إلى كل العالم، ولنوصل مظلوميتنا لكل العالم بأننا باقون صابرون مستمرون حتى تحقيق المطالب. نحن في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية نستلهم دروس الصبر والتوكل على الله والعزيمة وروح التضحية والشهادة والفداء من ثورة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، وأن يفك أسرانا، وأن يرد غرباءنا، وأن يشافي جرحانا ويؤاوي مطاردينا، وأن ينصرنا على القوم الظالمين. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة لأرواح الشهداء شهداء الإسلام.